المقابله اللي لعبنا مع الجيش، يعني مقابله اللي ضاعت من بين يدينا احنا كلعابه، وهذا الشيء هذا شافوه ولاحظوه اللاعبين كاملين. نتمنى ان شاء الله باش نمشيو هذه المقابله هذه ونجيبوا فيها انتصار. وكنشكر كل الجمهور تا هو طنجي اللي حج بكثافه وتيتبعنا يعني في محلينا وارتاح لنا، مشكورين بزاف. بغيناهم يزيدوا يدعمونا هذه الفتره ديال الدعم، نحاول ان شاء الله باش كاع المقابلات اللي بقات لينا نجريوها، وان شاء الله باش نوصلوا للمبتغى ديالنا ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا باللي اتحاد طنجه من تقريبا من الدورة الثامنة ولا الدورة السابعة ما عشناش بالهزيمة، الحمد لله كانت جميع النتائج إيجابية، فلهذا كتكون واحد الصدمة شوية حنا كنحاولوا نتجاوزوها في هذا الأسبوع هذا. وإن شاء الله عازمين كاملين وحاسين بالمسؤولية اللي عليهم باش نمشيو ونجيبو انتصار من أكادير، من قلب أكادير إن شاء الله اللي تخول لنا باش نأكدوا للجماهير ديالنا والجماهير اللي تابعتنا على أننا فريق متكامل ولا يقول الكلمة ديالو في هذا الموسم إن شاء الله. ما كنعرف الجميع المقابلة ما غاديش تكون مقابلة سهلة، الحمد لله كلاعبين عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه باش نرضيو بها الجماهير ديالنا اللي سندتنا في مقابله الجيش الملكي. حنا المقابله الجيش الملكي خديناها بواحد الجديه الكرويه هذه ما تاثرش لنا الفوز، حنا طامحين ان شاء الله باش نحققوا ثلاث نقاط في مدينه اكادير باش نبقاو في الصداره ان شاء الله ونهديو الفوز للجماهير اللي صراحه سندتنا في مدينه الرباط. وكيف ما كيعرف الجميع اي لاعب هنا حاسب المسؤوليه اللي عليه، وكل واحد عازم باش يهدي اللقب البطوله الوطنيه ان شاء الله لهذه المدينه.